وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، وضيفنا الشيخ أحمد علوان من عمان الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. يا مرحبا يا سيدة، الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. إحنا النهاردة مكملين في سلسلة الحب، حبنا لربنا وحب ربنا لينا. نعم. وهنتكلم عن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة رقم 33 من سلسلة يحبهم ويحبونا، بعد ما الحمد لله ربنا وفقنا وخلصنا اللي ربنا سبحانه وتعالى أعلن حبه لهم في القرآن الكريم. تكلمنا آخر حاجة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف، سورة الصف. هنبدأ ننتقل للسنة النبوية وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله عز وجل يحب فلانا أو يحب كذا أو يحب كذا من خلال السنة النبوية. الحلقة رقم 33 اللي احنا هنتكلم فيها النهارده حلقة مميزة. ليه؟ لأن الموضوع موضوع بسيط، إنك تنال حب الله سبحانه وتعالى بسبب حبك لصورة، صورة هي من أصغر صور القرآن الكريم، سورة الإخلاص. روى البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك. ليه كل لما يقرأ بيكم، ليه كل لما يأمكم، ليه كل لما يصلي بكم يقرأ بقل هو الله أحد؟ فسألوه لأي شيء كنت تصنع ذلك، قال لأنها، أي سورة الإخلاص، صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. راحوا رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. الله، بسبب حبه لسورة الله أحد. حب لسورة الإخلاص جعل الله سبحانه وتعالى أو جعل هذه ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى. إن أنا أحب قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أنا أخذ فيها معاني كده إن هو مش شرط حاجة كبيرة، ده سطر واحد، ده أربع آيات بها نال هذا الرجل أو هذا الصحابي محبة الله سبحانه وتعالى، بسطر واحد، بأربع آيات، بصورة صغيرة. وبالمناسبة ناس كتير جدا ما تعرفش من هو هذا الصحابي. نقوله هو كلثوم ابن زهدم. كلثوم ابن زهدم هو الذي كان يقرأ بأصحابه كلما أمهم في الصلاة بهذه الصورة. الإمام ابن حجر في فتح الباري بينقل فهم العلماء أو شراح الحديث لهذه الصورة، بمعنى أنه إزاي كان بيصلي بها؟ هل هو كان حافظ غيرها أو كلما قرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية يقرأ بالفاتحة وثم يقرأ بصورة الإخلاص؟ هذا تعبير. ورأي تاني يقول كان يقرأ بصورة أخرى بعد الفاتحة ثم يقرأ بصورة الإخلاص، يعني هو يقرأ ما تيسر، مثلا سورة التين، سورة الكافرون، سورة قريش، سورة الشرح، وبعدها لازم يقرأ بصورة الإخلاص. أو إن هو كان يجعلها في الركعة الأخيرة كل صلاة، لو صلى مثلا بيوم المغرب يخلي الركعة الثانية فيها سورة الإخلاص، صلى العشاء الركعة الثانية سورة الإخلاص، صلى الفجر الركعة الثانية سورة الإخلاص، آخر ما يقرأ يجعلها سورة الإخلاص. طيب، سبب نزولها ونزلت إمتى وإزاي؟ روى الترمذي في سننه عن أبي بن كعب أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنسب لنا ربك، احنا عايزين النسب بتاع ربك. وده سؤال يدل على جهل وغباء وبلادة المشركين، يعني انتوا عايزين أسلوه نسب، يعني ربك ده ابن مين، من اللي خلقه، الأب، الكلام ده، العيلة، تمام. أنسب لنا ربك. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الصورة، ربنا يقول له قل هو الله أحد، لأن قل ديت هذه تأتي عن إجابة عن سؤال. فلما سألوا فنزلت هذه الصورة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها تعدل ثلث القرآن. وناس كتير حافظة أن قل هو الله أحد قراءتها تعدل ثلث القرآن، زي ما هنيجي نتكلم عن فضائلها ومعايشة الصحابة لها
هنقول تعدل سلسلة القرآن، خلينا في الفضائل نقولها، لكن لماذا العلماء اعتبروا أن قل هو الله أحد اللي هي سطر واحد تعدل تلت القرآن؟ احنا عندنا قرآن 6236 آية، لما نقسم على ثلاثة هتقول مثلا 2080 آية، يعني الأربع آيات دول بيعدلوا في ثوابهم في الجزاء في الأجر أجر 2080 آية، ده معنى الكلام. طيب ليه قل هو الله أحد تعدل سلسلة القرآن؟ قالوا القرآن عبارة عن ثلاث حاجات: ثلث أحكام وتشريع، ثلث وعد ووعيد، وثلث أسماء وصفات. وقل هو الله أحد شملت الأسماء والصفات، يبقى اتكلمت عن الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله دي أسماء وصفات ربنا سبحانه وتعالى، تنزهه وتبرئه من كل نقص سبحانه وتعالى، وتصفه بكل صفات الكمال، تمام كده؟ العلماء لما اهتموا بقى بالسورة، سورة الإخلاص، على الرغم من أنها سورة قصيرة وصغيرة وأربع آيات وسطر واحد، لكن تلاقي الإمام الرازي في مفاتيح الغيب أو في التفسير الكبير يقول لك إن سورة الإخلاص لها ما يقرب من 20 اسم: التفريد، التجريد، التوحيد، المانعة، المعوذة، البراءة، النجاة، الأمان، المقشقشة، مقشقشة يعني مبرئة من الشرك والنفاق، تمام؟ فدي كلها أسماء من أسماء سورة الإخلاص. لا ده اهتموا كمان، قالوا لا ده لها خصوصية في حاجة تانية كمان. إيه هو؟ صلى على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم. ودي مهمة قوي، لو الناس اللي هي بتشوف كوابيس أو بتتزعج حاجة، بيقولوا بقى كما ذكر أبو طاهر المقدسي في تعبير الرؤية، إن ابن سيرين بيقول: من أراد أن يرى رؤيا حسنة فإذا أراد أن ينام يستقبل القبلة ويقرأ سورة والشمس وضحاها، سورة والليل إذا يغشى، سورة والتين والزيتون، سورة الكافرون، والمعوذات اللي يقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. اللي عايز يشوف رؤيا إيه؟ رؤيا حلوة، يقرأ هذه الصور قبل أن ينام. طب قال لك ومن رآها في منامه، كما ذكر النابلسي في تعطير الأنام في تعبير المنام، بيقول من قرأ سورة الإخلاص أو شيئا منها أو قرأت عليه في المنام فهذا إشارة إلى أنه سيبدل حاله، إلى أن الله سبحانه سيتوب عليه، إلى أنه إذا كان في خوف سيؤمن، وإذا كان مظلوما سينصر. فدي بشارات كلها حتى في المنام، اهتم العلماء بصورة الإخلاص حتى في المنام. طيب احنا نشوف دلوقتي مع بعض أول تقرير خير ومؤسسة سقيا الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجع الإسلام على إعمار الأرض وزراعتها، وأن يكون المسلم إيجابيا في كل أحواله، وأن يكون نافعا لنفسه ولغيره. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كل فعل من أفعال البر والإحسان والصدقة. شفنا طبعا تقرير النخل ومشروع مهم من مشروعات مؤسسة سقيا الماء، وهو وقف النخيل. هو الشعور اللي الحاجة بتتكلم بيه ده المطلوب، ان الواحد يحس بالعمل اللي هو بيعمله، الواحد فعلا يحس ان هو بيعمل حاجة لنفسه، بيعمل حاجة لحياته، لمستقبله، لحتى لما بعد الموت. الشعور ان انا لما احس ان انا اعمل حاجة حلوة افرح بيها، هو المؤمن كده، المؤمن اذا فعل حسنة يفرح بها، بخلاف المنافق والعياذ بالله. لا، انت عملت حاجة حلوة فانت فرحت انك عملت حاجة حلوة وحاسس بيها وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان عينك انك تعمل ده مرة واثنين وثلاثة، وان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك، لانك لما تعمل ده مرة واثنين وثلاثة ده على فكرة ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا بيحبك انه يوفقك لعمل صالح. بقى ان ربنا يقبل منك ده يعني كرم وفضل وخير وعطاء ومنة من الله سبحانه وتعالى ان يقبل منك، لانه لو قبل منك لا انت في مكان تاني خالص. لو قبل منك انت من اهل المعروف في الاخره، لو قبل منك انت هتخش الجنه من باب الصدقه، لو قبل منك انت هتشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو قبل منك انت هتبقى مميز، لان الجنه فيها باب جوه اسمه باب الاسخياء. باب الاسخياء يعني هيخش من الناس الكريمه اللي كانت بتتصدق وكانت بتنفق. فالشعور ان احنا نعمل حاجه حلوه نحس بيها هو ده المهم. ربنا يقدر الجميع ويتقبل. ونطلع فاصل نرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا.
برنامجي بيت دعاء مهم عندنا جدا المصداقية، علشان كده أنا كل فترة بحب أنزل مع مؤسسة سقيا الماء على الأرض علشان أشوف بنفسي وأتابع الإنجازات. أنا موجودة النهاردة معاهم في محافظة مرسى مطروح وفي منطقة راس الحكمة، بس طبعا جوه في الصحراء كالعادة، بنفضل ماشيين كيلوات كتيرة جدا جوه الصحراء. أنا يعني ساعات بقول أنا مش عارفة إزاي هما بيوصلوا للأماكن دي، وإن هنا في سكان وناس محتاجين للمية. النهاردة جايين علشان نستلم 3 أبار مع سفارة دولة الإمارات ومؤسسة أحمد بن زايد النهيان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة سقيا الماء. 3 أبار هنستلمهم إن شاء الله النهاردة في محافظة مرسى مطروح. وزي ما انتوا شايفين الستايل البير ده انا معجبة بيه جدا، الستايل بقى اللي هو العربي معمول بيه. انا مبسوطة ان انا بشوف الانجازات بنفسي على الارض، وربنا يكرم كل حد بيساهم في الخير وبيساهم في انه يوصل المية للناس اللي فعلا بعيدة كده والناس اللي فعلا محتاجة المية دي. شكرا لسفارة دولة الامارات على اعمالها الخيرية، ومؤسسة احمد بن زايد النهيان الخيرية، ومؤسسة سقيا الماء، وكل حد بيفكر وبيعيش لغيره مش بيعيش لنفسه بس. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. كنا طبعا في السفرية لمرسى مطروح واستلمنا أبار مية، ومنهم 3 أبار مية بالتعاون مع طبعا سفارة دولة الإمارات في مصر وجمعية أحمد بن زايد النهيان. هو التعاون ده طبعا احنا ثمننا هذا التعاون بعد ما ثمننا وبنثمن الناس اللي بتتعاون وبتتواصل مع مؤسسة سقيا الماء. برضو عايز اركز في حاجة، الديمومة، دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. الديمومة دي كانت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الصحابة كان عمله ديمة. ديمة يعني كان أصلا يداوم على، يعني سواء يداوم على صلاة، على قيام ليل، على قراءة قرآن، على فعل خير. فما فيش أي حد يقدر يستغنى عن عمل الخير، وعمل الخير ده محتاجينه احنا في كل وقت، كل يوم، كل لحظة، ان احنا نعمل خير ونترك لأنفسنا خير. بشكر حضرتك في نهاية الحلقة، وبشكر كل مشاهدينا، واسيبكم مع آخر تقرير خير ومؤسسة سقيا الماء. زي ما انتم متعودين دايما من مؤسسة سقيا الماء على الإنجازات الكبيرة والأنشطة الكبيرة، عملت مؤسسة سقيا الماء من سنة تقريبا محطة الزهنات في دشنة ومحافظة إنا، وجاية المرة دي عشان تعمل محطة أضخم وإنجاز أكبر، محطة كرم عمران. هنا في محطة كرم عمران في مدينة إنا، محافظة إنا، المحطة اللي موجودة دي هذه لا تكفي حاجات الناس. ليه؟ لأن عندنا نجع جبريل، قرية نجع جبريل والقرى المجاورة حوالي من 30,000 إلى 40,000 نسمة محتاجين إن هم يعيشوا وتوصلهم المية. فإحنا محتاجين نرفع، نعمل محطة وننشئ محطة من الألف إلى الياء علشان نقدر نوصل المية ونعمل لهم خزان هناك في نجع جبريل. هنعمل المحطة هنا كرم عمران في أقل من المدة المحددة إن شاء الله. كل خطوة في حياتنا بتبتدي بحلم، والحلم ساعات بيكون كبير قدامنا، وأعظم الأحلام إنك تفكر في غيرك، إنك أنت تكون سبب لغيرك إنه يعيش ويساعد غيره إنه يعيش. مؤسسة سقيا الماء جت هنا بعد ما شفنا محطة كرم عمران وقلنا لكم إن إحنا عايزين نعمل المحطة دي. بس أنا عايز أقول لأبائنا وحبايبنا اللي إحنا واقفين في وسطيهم دلوقتي، إن شاء الله إن شاء الله في أقرب وقت بإذن الله إحنا خلاص اتعمل البروتوكول ما بين مؤسسة سقيا الماء وما بين شركة المية، علشان لما شركة المية وثقت في مؤسسة سقيا الماء لما عملت من سنة محطة الزهنات في دشنة
برضه هنا في هنا الحمد لله الحمد لله ان شاء الله مكملين المسيره وهنبدا العمل هنا. المجتمع المدني بيكون دور مهم جدا ان احنا نقدر نساعد كل ما يتعلق بكل ما يحتاجه أهالينا في كل مكان، والشراكة مع الحكومة إن إحنا نقدر نوصل المية وكل ما يحتاجه أهالينا في كل مكان. إحنا هنا ليه النهاردة؟ إحنا هنا عندنا حلم، والحلم ده إحنا بنفكر فيه وبإذن الله هيتحقق بدعم حضراتكم. هيتم عمل محطة مية هناك. محطة المية دي هتكون لأهالينا في عزبة جبريل، هتخدم من 30 ل 40 ألف نسمة. المحطة هتقدم 30 لتر في الثانية. بدعم حضراتكم مجهودات سقيا الماء، وان احنا كل مكان في مصر من صعيدها من شرقها لغربها من مرسى مطروح، وقمنا بعمل العديد من المحطات اللي هي بتعاون مع الحكومة المصرية، بإذن الله نكون مع بعض في خلال 3 شهور واحنا بنحتفل ببناء محطة مياه عزبة جبريل هنا في كرم عمران، محطة كرم عمران، واللي جاي أحلى طول ما حضراتكم تدعموا مؤسسة سقيا الماء. شاركنا خير كبير وساهم معانا في إنشاء محطة مياه لأهالينا في عزبة جبريل بمحافظتنا. شارك معانا بصدقتك وزكاتك بسهم أو أكتر، قيمة السهم 5000 جنيه، أو شارك باللي تقدر عليه. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.